حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. إذا ما خربت ما بتعمر، هكذا استقبل غالبية السوريين بداية عصر الجنون الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وملفات العالم كلها على طاولة الأزعر الصريحة. ترامب الذي وعد بمسح حقبة أوباما بساعاته الـ24 الأولى فقط في البيت الأبيض، ضرب بعرض الحائط كل التحليلات والتوقعات وخلع عن أمريكا قناعها. فلماذا شعر السوريون أن حقبة ترامب ستكون أكثر إثارة من سنوات أوباما الذي لن يفتقده أحد؟ ولماذا شعر موالو الأسد بالارتياح؟ وشعرت إيران بالقلق من الرئيس الأمريكي الجديد؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم من هنا سوريا. وفي المحور الثاني، كيف توقع برنامج أمريكي للأطفال وصول ترامب إلى رئاسة أمريكا قبل 20 سنة؟ أهلا بكم. إذن منذ لحظة إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكرسي الرئاسة، ومواقع التواصل الاجتماعي لم تهدأ، مئات بل آلاف من التعليقات والصور، بعضها أخذ منح السخرية وآخر اتسم بطابع الجدية. في التقرير التالي نرصد أهم ردود الأفعال من كلا الجانبين. ولكن بعد أن أرحب بضيوفي الذين سيكونون معي في هذا المحور، السيد بسام جعارة كاتب ومعارض ينضم إلي مباشرة من لندن، وفراس ديب كاتب صحفي من غازي عنتاب، والدكتور محي الدين قصار رئيس الجمعية السورية الأمريكية سابقا من شيكاغو. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. اسمحوا لي أن نعرض هذا التقرير بداية ثم نعود. صدمة، مفاجأة، هلع، خوف وترقب، وربما فرح ونشوة. نستطيع أن نطلق إلى ما لا نهاية توصيفات نتحدث من خلالها عن ردود الفعل الرسمية على وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ولكن كيف استقبلت وسائل الإعلام نبأ انتصار الرجل المثير للريبة؟ بعيدا عن تحليلات السياسيين وتنبؤات الاقتصاديين، كانت مواقع التواصل الاجتماعي تعوم على بحر من التعليقات والصور التي عبرت عن رأي الشارع بسلاسة، وباعتبار كرسي الرئاسة الأمريكية شأنا دوليا يترقبه الجميع، كان للعالم العربي نصيب الأسد من هذه الموجة العارمة، حيث امتلأت صفحات الكتاب والناشطين والإعلاميين بالتعليقات التي اتخذ بعضها منح السخرية وأخرى اتسمت بطابع الجدية. كثير هم الشامتون بنجاح ترامب، ولكن على طريقتهم الخاصة. فالإعلاميون كفيصل القاسم كان رأيه بأن وصول ترامب هو الخبر الأسعد بالنسبة لوسائل الإعلام، وذلك لأنه سيقدم مادة كوميدية طريفة بشكل يومي. هذا الرأي شاطره فيه الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف حين كتب: إننا سنشهد 4 سنوات من الكوميديا. وأضاف في تدوينة أخرى أن المسلمين واللاتينيين والأفارقة والمثليين سيجدون أشياء مشتركة فيما بينهم أكثر من أي وقت مضى. فيما سخر المعلق الرياضي حسين ياسين بقوله إن فوز ترامب يثبت أن محللي كرة القدم يفهمون أكثر من السياسيين. أما فيما يخص الشأن السوري، فكانت الكوميديا السوداء حاضرة في تعليق أحد النشطاء حين تساءل عن مصير مسلمي أمريكا بعد فوز ترامب، وهل سوف يرحلون بالباصات الخضر إلى إدلب، في مقاربة استهزائية بين الحال الذي ينتظره المسلمون بأمريكا وبين التهجير الطائفي الذي يتعرض له السوريون في بلادهم. فيما ذهب آخرون إلى وضع كلمة من حبك، وهكذا ينظر الترامبيون على صورة ترامب مستهزئين على الأيقونة التي اعتاد شبيحة النظام إلصاقها ببشار الأسد في كل مناسبة. ومن الصور الساخرة التي علقت على سير الانتخابات ما طال المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون نفسها وهي غاضبة من نتائج الانتخابات، وأخرى لترامب وهو يقول لها يلا على المطبخ.
ولعل ماضي دونالد ترامب المثير للجدل هو أكثر ما أحب الناشطون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فلم يكتفوا بنشر التعليقات اللاذعة بل أغرقوا صفحاتهم بفيديوهات له وهو يقوم بأدوار الكومبرس في أفلام أمريكية قديمة أو يشارك في إعلانات تجارية وأخرى في حلبة المصارعة كمراهن. ولكن الجانب الآخر من المتابعين كانت آراؤهم أكثر جدية في رصد ومتابعة تأثيرات وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، فالكاتب السوري خليل المقداد اعتبر فوزه وبالا على الجميع، أما الإعلامي السعودي جمال خاشقجي فقال إن فوز ترامب مسألة جادة ستؤثر في العرب أيضا، مؤكدا أنه لا يجوز تبسيطها بالقول ما الفرق بين ترامب وكلينتون. أما تعليق الإعلامي المصري أحمد منصور فكان حول الاستطلاعات التي تنبأت بفوز كلينتون واصفا إياها بأنها كانت تبيع الوهم. وبين هذا وذاك يبقى العالم منتظرا، وكما قالها كثيرون إن هذا العالم المجنون لا يليق به إلا شخص بكاريزما دونالد ترامب ليواجه الجميع بصراحته لا بخبث السياسة. أرحب بكم مرة أخرى ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وأبدأ معك السيد بسام جعار كاتب ومعارض من لندن مباشرة. بداية يعني تم الذكر في التقرير بأنه يعني عدد من التعليقات وآراء للإعلاميين التي تحدثت عن الحملة الإعلامية التي رافقت عملية الانتخابات جميعها في كل مراحلها منذ البداية وحتى يوم أمس جميعها كانت تتحدث عن فرص كلينتون، عن استطلاعات بتقدم كلينتون. هل كان مقصود عملية بيع الوهم للرأي العام الأمريكي وحتى العالمي؟ على العالم ولا على الامريكي، ولكن تبين تماما ان الامريكيين اكثر باطنيه من غيرهم، بمعنى كانت هناك شريحه كبرى من الامريكيين لا تعبر عن موقفها الحقيقي، كانت تريد ان تصوت لترامب ولكنها لم تعلن ذلك، يعني ليس معقولا ان تخطئ عشرات المؤسسات المهتمه باجراء استطلاعات وان تخطئ، فرق يعني دائما نسبة الخطأ بين 1 إلى 4%، ولكن ما جرى هو العكس تماما، وهذا يؤكد ان هناك شريحة كبرى من الامريكيين كانت تكذب باسباب مختلفة لا تريد ان تقول انها تنتخب ترامب، وهذا ما حصل عندما بدأت النتائج في الظهور، وهذا الامر ليش مثلا برأيك سيد بسام؟ خجلا مثلا؟ كل شيء بسبب فضائح ترامب؟ يعني لا يمكن لعاقل ان ينتخب رجل عنصري، يعني يفاخر ويتباهى بعنصريته، هو وحده ضد الجميع، ضد العرب، ضد المسلمين، ضد المكسيك، ضد اوروبا، ضد كل شيء، وبالتالي يعني هو يبدو كمعتور تماما امام الراي العام العالمي، ولذلك من الطبيعي ان يتستر البعض، يتستر لان ترامب استطاع بشعبويته ان يدخل مشاعر الامريكيين، قدم لكل امريكي ما يريده، من يريد امريكا قويه قال له ان امريكا ستكون بعهده قويه، من هو مستاء من النخب السياسيه الفاسده قال له ان التغيير قادم، ومن يريد ان يبحث عن فرصه عمل قال له ان فرصه العمل قادمه، ومن يريد مليارات دول الخليج قال لهم ان دول الخليج عباره عن محطات وقود واننا سناخذ الاموال منهم، ومن هو مستاء من المكسيكيين 30 مليون مهاجر قال لهم سنبني جدارا وسنجعل الحكومه المكسيكيه تدفع الثمن، بمعنى اخر هو كذب على الجميع، والان يعني وصلت لحظه الحقيقه، هل يستطيع الانفاق وعودي؟ اقول لك ابدا، بدليل أن خطاب الانتصار تغير تماما، وهذا الشيء اللي صحيح صح. طيب وهذا الشيء اسمح لي انتقل فيه للسيد فراس ديب. اي تفضل 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 استاذ بسام. حتى الموقف في روسيا هو ليس موقفا ثابتا، بمعنى اخر ليس كما يخشى البعض
انه سينام في حلم بوتين. هو يتحدث عن امريكا قويه، وامريكا قويه هي ما يريده الشعب الامريكي. طيب هذا يتحدث عن الانتخابات السياسيه طيب على ما يبدو طيب وبهالنقاط هاي اسمح لي اروح لسيد فراس ديب. على ما يبدو بانه ومثل ما قال ضيفي سيد جعاره بانه من الخطاب من لحظه الخطاب الاول بدت يعني تغير لهجة ترامب بشكل عام، وهذا ما يعني يجعلنا أمام ربما تغير في جميع تصريحاته وجميع السياسات التي تحدث عنها سابقا. هل كانت هي ربما لعبة فقط انتخابية يدغدغ العنصرية الموجودة داخل كل أمريكي الذي يريد فقط يعني الأمريكيين فقط أن يكونوا بخير؟ بالنسبة لدونالد ترامب، ربما الحسنة الوحيدة التي يحمد عليها كشخص في المجتمع الأمريكي هو إبرازه حقيقة كما ذهب الكثيرون، الصورة الحقيقية للإنسان الأمريكي، الصورة الحقيقية لأمريكا. فبالتالي الوعود التي دغدغ بها الشارع الأمريكي للحصول على الأصوات كانت كفيلة ربما نوعا ما في رفع رصيده في الفترة الأخيرة، خصوصا في الشهرين الأخيرين مع توالي انتكاسات للديمقراطيين. لكن دونالد ترامب كما لاحظنا حتى لدى الديمقراطيين هناك ثوابت استراتيجية لا يتم المساس بها إطلاقا في الخطابين. لم يحدث تغير نهائيا على هذا المستوى. الذي تغير في الخطاب المتغيرات الظرفية لدى ترامب، ملف اللاتين، ملف المسلمين، ملف المهجرين، ملف الفساد، هذه كلها متغيرات ظرفية. قد يلجأ التيار السياسي أو الحزب السياسي إلى اللعب عليها لأجل كسب رصيد انتخابي، ولكن الخط الجمهوري هو الذي في الحقيقة كسب العدد الأكبر من الأصوات. لأن الديمقراطيين خلال 8 سنوات وخصوصا في السنة الأخيرة فشلوا في حسم عدة ملفات على المستوى الدولي. إذا عدنا بالزمن لفترة أوباما الثانية قبل الانتخابات بحوالي الشهرين، أعلم بشكل فجائي عن تمكن قوات أمريكية خاصة من قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. هذا الموضوع أعطى الديمقراطيين وقتها ما يقارب 11 نقطة تقريبا في المعدل العام. صحيح بالمقابل يعني اليوم نحن نغفل بعض النقاط، بعض القراءات فيما يخص الانتخابات الأمريكية. تسريب البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون أفقدها الكثير من الرصيد الشهر الماضي، يضاف إليه تصريح رئيس الـ FBI قبل أسبوع وإعادة سحبه لتصريحه بخصوص أن الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون عليها نقاط استفهام أخلاقية. فهناك عدة عوامل كانت ترجح إلى أن الناخب الأمريكي وحتى المسلمين، يعني اليوم ولاية ميشيغان التي يعتبر المسلمون فيها ثقل، صحيح اتجهت لاختيار دونالد ترامب للرئاسة. وبالتالي صحيح. على الرغم من فالخيار هو خيار الجمهوريين وليس خيار ترامب بشخصه. التصريحات صحيح. وهون اسمح لي روح للدكتور محي الدين قصار رئيس الجمعية السورية الأمريكية سابقا من شيكاغو. أهلا بك سيد قصار. يعني هل يعني تصريحات الآن اللي عم نشوفها، سواء يعني فرنسا، واضح أنه فرنسا هي أكثر دولة الآن متخوفة من ترامب من خلال التصريحات التي سمعناها خلال نهار، باقي الدول يعني في ترحيب، وإيران كان في تخوف خاصة بموضوع الاتفاق النووي، يعني صرحت بشكل يعبر عن تخوفها من تغيير دونالد ترامب لأي اتفاق يجري بينه وبينها. هل هي تعرف يعني معناتها بهذا الحكي أنه بتعرف أنه كل تصريحاته خلال الحملة الانتخابية كانت فقط من أجل الحملة وليست لكي تطبق سياسيا؟ لا، على الصعيد الخارجي، على الصعيد الخارجي دونالد ترامب ما عنده حتى الآن أي سياسي واضحة، أجندة خارجية واضحة. التصريحات التي أسمعها من هي عبارة عن تهميش لأوروبا لا أكثر ولا أقل، ولكن نحن لم نسمع منه حتى الآن أي أجندة واضحة كيف سيتعامل مع العالم الخارجي. ترامب حتى اليوم هو عبارة عن حيوان داخلي، سياسته ناتجة ونجاحه ناتج عن الانحراف الداخلي الأمريكي. فما زال الوقت مبكرا حتى ننظر إلى ما الذي سيفعله ترامب على المستوى الخارجي. فرنسا بحكم طيب شخصيته وتصريحاته، يعني تصريحاته خلال الفترة الماضية جميعها تجاه العديد من الدول، وشخصيته هو نفسه ما بتعطي تنبؤ ما لطريقة السياسة التي ستكون متبعة؟
لا أعتقد أنها ستكون تنبؤ حقيقي، لأنه أول شيء ترامب كان هو نفسه يعرف أنه هو يقوم بتصريحات من أجل حملة الداخلية الانتخابية، لذلك هو لا يلتزم بأي شيء قاله مسبقاً حتى اليوم. اليوم من اليوم وصاعداً كل حركة يقوم بها يجب علينا تحليلها بشكل دقيق. على السياسة الخارجية تستطيع أن تقول ما تريد، ولكن ترامب نجاحه لم يكن بسبب سياسته الخارجية، نجاحه بسبب ما طرحه على الشارع الأمريكي في داخل أمريكا، وبالتالي نجاح تقبله الناس على هذه الأجندة. لكن الأجندة الخارجية غير واضحة لا للأمريكان ولا لغير الأمريكان، الأجندة الخارجية. لذلك نحن علينا أريد أن أعود إلى فرنسا. يعني فرنسا تقف من ترامب بنفس الموقف اللي أخذته من إنجلترا والاستقلال عن الاتحاد الأوروبي. أوروبا يجتاحها التيار القومي ونزعات الانفصالية الداخلية. شخص مثل ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية يعزز هذا الاجتياح القومي الانفصالي في الدول الأوروبية. وأعتقد أننا سنرى قريباً أن الناخب الإيطالي سيقوم بالتصويت على الانشقاق أو بتحديد العلاقة مع المجموعة الأوروبية. هذا الذي يخيف ألمانيا وفرنسا بهذا الموضوع. طيب إذا يعني أردنا الذهاب الآن إلى الملف السوري والتوقعات لما يمكن أن يحدث سيد بسام جعارة، ويعني ومثل ما قال ضيفي قصار بأنه صعب الآن معرفة أي شيء عن نظرة ترامب للسياسة وأجندة السياسات الخارجية، ولكن باعتبار انتمائه للحزب الجمهوري ومعروف الحزب الجمهوري يعني رغبته دائما بعمليات الحسم العسكري، هل هذا قد يعني شيء؟ هل يمكن أن نجد تحرك ما حقيقي في الملف السوري؟ يعني دعيني أقول أولاً، هامش الرئيس في السياسة الخارجية أكبر بكثير من هامش المتاح له في السياسات الداخلية. هناك كونغرس، هناك مجلس شيوخ، ويستطيع أن يفعل الكثير على الصعيد الخارجي. بدليل أن أوباما منع أو رفض 40 خيار من أصحاب بشار الأسد قدمتها له المخابرات الأمريكية. يعني قبل الحديث عن ترامب يجب أن نتحدث ماذا فعلت سياسة أوباما؟ لعبت بالدم السوري 5 سنوات، هي من استدعت الروس، وهي من استدعت الإيرانيين، استدعت في إيران بالرغم من وجود قرار دولي أممي، استدعت لهم بإمكان السلاح والمرتزقة، وقالت هيلاري كلينتون صراحة أنها لن تمس الاتفاق النووي، والجميع يعرف أن الإدارة الأمريكية أعطت إيران ما أرادته في المنطقة العربية من خلال الاتفاق النووي. عندما يقول ترامب أو يكون شعار حملته الانتخابية أمريكا أقوى، ماذا يعني أن الحديث عن الشن الخارجي وليس عن الشن الداخلي فقط، ليس ترامب أقوى فقط بل أمريكا أقوى. كان يرى أن إدارة أوباما أضعفت أمريكا، وطيلة الفترة الماضية كانوا زعماء الحزب الجمهوري يوجهون انتقادات قاسية لكيري ولأوباما بأنهم سلموا الإيرانيين والروس كل شيء في سوريا وفي العراق ايضا. في هذا المجال استطيع ان اقول ان تصريحات ترامب متناقضه، مره يقول انه لم يتدخل عسكريا ومره اخرى يتحدث عن ارسال قوات عسكريه، مره يقول ان الاولويه لمكافحه داعش ومره يقول انه سيطلب من حزب الله الارهابي ومن ايران الخروج من سوريا. انا بعتقد إلى اليوم حتى 20 كانون ثاني، أيها الفترة التي سيتم فيها اختيار المستشارين وطاقم العمل هي التي ستحدد مقتضيات المرحلة أو ماذا يمكن أن يفعل. ولكن بصريح العبارة أقول أن معظم سطور الحزب الجمهوري لم يكونوا راضين على الإطلاق عن سيادة أوباما تجاه سوريا. طبعاً لا يعني هذا الكلام أن ترامب سينتصر للشعب السوري، ولكن ما أريد أن أقوله لم يكن هناك أسوأ من أوباما على الإطلاق. هو الذي منع وصول السلاح، هو الذي مكن إيران، هو الذي من أعطى روسيا كل ما تريده في سوريا، هو فعل كل الخراب الذي يعاني منه الآن. طيب وبالتالي لم يبقى شيء كما قلتم في تقريركم.
لن يبقى خراب أشكل من هذا الخراب الذي خلفته. طيب أوباما. الكثير من السوريين أن ينسوا شعار أن أمريكا صديقة للشعب السوري. طيب على ذكر أمريكا وصديقة للشعب السوري أستاذ فراس ديب، يعني في كثير من السوريين يعني كانوا يرغبون بوجود هيلاري ووصولها إلى الرئاسة، والحديث عن أنه كان في وعود هي قدمتها بحل سلمي، والحجة كانت بالحديث عن ترامب بأنه هو أعلن ولاءه وتأييده لروسيا. طيب إذا بدنا نحكي سياسيا الآن، تركيا أيضا بنفس الوقت وبنفس الفترة يعني ازدادت علاقتها قوة مع روسيا، وهذا الشيء أنتج بأنه تشكلت درع الفرات وبدأت عملية يعني مثل تأمين منطقة حظر ومنطقة آمنة نوعا ما للمدنيين بدون أن يكون في إلى طلبات وبدون ما يكون في إلى تقديم لمجلس الأمن. فبالتالي علاقة ترامب مع روسيا إذا استمرت بهذا الشكل كيف ممكن تنعكس على السوريين؟ يعني في الحقيقة أنا لا أتوقع أيضا كما تفضل ضيفي الكريم من واشنطن أن يكون هناك تقارب حقيقي بين الروس والأمريكيين، هي مجرد دعاية انتخابية. لكن يعني أنا أستغرب الشريحة النخب السورية التي كانت تريد من هيلاري كلينتون أن تنجح في الانتخابات وتستمر فترة ديمقراطية جديدة لأربع سنوات. هيلاري كلينتون لن تقدم سطر زائد عن سياسة أوباما في المنطقة، وعد بحل سياسي لا أكثر ولا أقل، الآليات مبهمة، الخط الزمني مبهم، وآخر أعيد وأكرر آخر تسريبات لويكيليكس التي أعلن عنها جوليان أسانج توضح فشل ذريع وتوضح نقاط سوداء في تعامل هيلاري كلينتون شخصيا في الملف السوري، عدا عن الخط الديمقراطي الذي أدى إلى كل هذا الدمار ومنع سقوط الأسد كما تفضل الأستاذ بسام أكثر من 40 مرة. فأنا لا أتوقع أن يكون هناك تقارب فعلي، ولكن إذا أردنا أن نقرأ التحرك الأمريكي أو السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري وتجاه الشرق الأوسط في الأيام القادمة أو السنتين القادمتين على أقل تقدير، يجب أن ننظر لا إلى ترامب إنما إلى الجمهوريين، أو على سبيل المثال إلى جون ماكين، سياسة جون ماكين ونظرة جون ماكين إلى المنطقة. أعتقد أن جون ماكين ومن معه من الجمهوريين هم الذين سيحددون السياسة تجاه الملف السوري وليس ترامب. نعم دكتور محذير قصار، يعني نقطة عن موضوع اللاجئين في أمريكا، وهي النقطة الأبرز اللي تم الحديث عنها بخصوص ترامب وتصريحاته بأنه يعني لن يسمح بوجود لاجئين في أمريكا، وتصريحات هيلاري المعاكسة. ولكن يعني إذا بدنا نحكي عن العدد الموجود بأمريكا أساسا، الوعود اللي والأعداد اللي كانت من المقرر أن تكون من السوريين في أمريكا لا يوجد يعني يمكن عشرها، يعني هن أعداد كتير بسيطة نسبة للأرقام اللي كانت من المفروض تكون. شو منتوقع الآن من ترامب بهذا الخصوص؟ لا أعتقد علينا أن نتوقع أي شيء، يعني هي بالأصل ليست قضية حقيقية، هي قضية عبارة عن قنبلة دخانية اختبأ وراءها ترامب من أجل حملة دعائية. ولو اتخذ أقصى القرارات باتجاه بخصوص اللاجئين السوريين في أمريكا فستكون مشكلة بالنسبة للاجئين القادمين إلى أمريكا، ولكن علينا أن نتذكر أن كل اللاجئين السوريين في أمريكا كلهم إجماعيين اللي أتوا بعد الثورة لا يعادلوا عدد اللاجئين في مدينة صغيرة في جنوب تركيا، فبالتالي ليست هي مشكلة حقيقية بالنسبة للاجئين السوريين إلا الذين أتوا إلى هنا. ولا أعتقد أن سيكون هناك حملة حقيقية ضد السوريين كما يتصورها البعض خارج أمريكا. من أتى إلى هنا فقد وصل وانتهى، ولكن قد تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية عن استقبال المزيد من اللاجئين. وبالأصل هي يعني هي كل عدد اللاجئين أعتقد المتوقع كان هو 10,000، ووعدت هيلاري كلينتون أن تزيدهم بضعة آلاف إضافية، ولكن هذا الكلام الحقيقي يعني ليس على أرض الواقع ليس له معنى إلا ما تم تنفيذه أساساً. نعم هي استهلاك سياسي، وإذا لاحظنا من هؤلاء الذين يأخذون اللجوء بقضايا يعني بعدة نواحي، نجد أن كثير من أتباع النظام يأخذون اللجوء إلى أمريكا ليأمنوا لنفسهم خط رجعة. يعني هذه ليست هي المشكلة الحقيقية
المشكلة الحقيقية حقيقة تكمن في سوريا وليست في أمريكا ولا في تركيا. المشكلة الحقيقية أن الثوار السوريين عليهم أن يبنوا استراتيجيتهم الداخلية بغض النظر على مين هو في البيت الأبيض. يعني كما أنا أتفق مع ضيوفك الكرام، مع فراس والأستاذ فراس والأستاذ بسام بأن الولايات المتحدة حتى الآن لم تفيد الثورة السورية بأي شيء من الأشكال، بل هي كانت عامل دعم للنظام السوري وأتباعه من إيران. وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعاقب على هذا الموقع، يعني لم يكن هناك حتى هذه ما تدعى بالدولة الإسلامية كانت عقابها لفرنسا وبلجيكا، ولكن لم تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الفعل. فإذا علينا أن نعود إلى الداخل، نعود إلى الثوار، نعود إلى الخندق، ونعود إلى حلفائنا الداخليين، لأن هناك الآن دعوة إلى دول الخليج إلى إعادة الاصطفاف الحقيقي، لأن دول الخليج مطلوب منها أن تقوم بإدارة الأزمة بشكل حقيقي، لأن ما زالت كثير من هذه الدول تعتبر أنها ما زالت تملك الثقل التي ملكته في منتصف السبعينات من القرن الماضي. وهذا وهم، هذا وهم غريب جدا أن نجد ما زال هناك سياسات بترولية للدول البترولية تعتقد نفسها أن ما زال تعيش في السبعينات من القرن الماضي. طيب تعليق، اسمح لي بس لأنه مضل معي وقت انتقل بتعليق أخير للسيد بسام إجعارة. شعار حملة ترامب وحديثه عن أنه إعادة هيبة وقوة أمريكا بالمجمل، وما يتم وصفه بأنه شخص نرجسي، شخص مجنون، هناك من يرى ويحلل يقول بأنه ما يجري في العالم حقيقة يحتاج إلى رجل مجنون مثل ترامب. العالم لا يحتاج إلى رجل مجنون، يحتاج إلى رجل عنده أحلام. يعني هذا المطلوب الآن بكل صراحة لا نعول على أي إدارة أمريكية على الإطلاق، لا على ترامب ولا على أوباما، ولكن ما نقول بكل وضوح أن شعبنا دفع ثمن غالي نتيجة سياسات أوباما حتى هيلاري كلينتون. يعني خليني أذكر بالموضوع التركي، قال ترامب أنه انقلاب ما حدث في تركيا، ولكن هيلاري كلينتون لم تقل انقلاب، وأيضا حدث ترامب عن حزب الله كحزب برهاني بينما قال وكيري أنه لا، يعني لا يلحق ترامب بأمريكا. ما راح أقول أنا أن ترامب أفضل، ولكن راح أقول ما راح يجي أسوأ في إدارة أمريكية. خلينا نقول كلمة مختصرة على الشعب السوري أن يتكل على الله وأن لا ينظر إلى الإدارة الأمريكية القادمة على أنها موقف، رغم قناعتي المطلقة أنه لن يكون هناك أسوأ من إدارة أوباما. شكرا بسام إجعارة، كاتب ومعارض، كنت معي مباشرة من لندن على هذه المشاركة. كما أشكر من غازي عنتاب فراس ديب كاتب صحفي، ومن شيكاغو الدكتور محدين قصار رئيس الجمعية السورية الأمريكية سابقا. هنا سوريا مستمر وفيه بعد الفاصل. كيف توقع برنامج أمريكي للأطفال وصول ترامب إلى رئاسة أمريكا قبل 20 سنة؟